السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الفطائر. الفطور كنقولوا لهم خنفر، كيداروا الفطور ولا الكوتي في العشيه. تبعوا معايا الطريقه والمقادير. هنايا عندي 375 غرام ديال السميده الرقيقه، سميد الناعم، 125 غرام ديال الدقيق الابيض، بيضه واحده، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه ديال الدار، شويه الملحه، و 14 غرام ديال البيكن باودر. تقريبا الماء عندي 4 الكؤوس، ما يعادل 800 ملي. يكون دافئ. وتبعوا معايا الطريقه، راهي سهله. نتمنى انكم توجدوا هكا لوليداتكم، والى اللقاء الى وصفه اخرى ان شاء الله.